مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر ينضم معنا مباشرة من بغداد السياسي المستقل نزار حيدر. أهلا بك معنا في حصرنا الإخباري. بداية، كيف ترون الوضع السياسي في العراق في ظل الصراع في المنطقة وخاصة بعد سحب الولايات المتحدة لرعاياها من البلاد؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا. مساء الخير عليك سيدي الكريم وعلى المشاهدين الكرام، وأنا أحدثكم من واشنطن وليس من بغداد. وفي البداية إذا تسمح لي أن أذكر بأن البنك المركزي باع اليوم 201 مليون دولار، وليس كما وعد السودان، وأن سعر الصرف 164 وليس كما وعد السيد السوداني، بمعنى أن السيد السوداني وعد فأخلف، وعد ولم يفي. وأننا الآن في الأسبوع رقم 48 على وعده للعراقيين بأنه سيعيد الأموال المنهوبة في سرقة القرن إلى خزينة الدولة خلال أسبوعين فقط. يعني للأسف الشديد الآن عاد العراق صراع أرض لتصفية حسابات ولبروباغندا لقوى خارجية إقليمية وربما دولية للأسف الشديد. وهؤلاء الذين يواجهون أو يطلقون الصواريخ والطائرات المسيرة على المعسكرات العراقية التي تستضيف مستشارين أجانب، كما ذكر ذلك اليوم بيان السيد القائد العام للقوات المسلحة، هؤلاء حقيقة يعني يعبثون بأمن البلد ويعبثون باستقرار البلد. وهذا كذلك ما أشار إليه اليوم بيان القائد العام للقوات المسلحة. أنا قلت أكثر من مرة، قلت أن من يريد أن يقاتل الكيان الصهيوني ومن يريد أن يدعم الغزاويين والشعب الفلسطيني فتلك الحدود، حدود التماس وحدود المواجهة مفتوحة في سوريا وفي لبنان. لماذا لا يذهبون إلى سوريا ويقاتلون مع الفلسطينيين؟ يعني سنصفق لهم جميعا، كلنا سنصفق لهم وكلنا سنشد على أيديهم. يعني ماذا يعني طيب أن أستاذ تجلس نزار في بغداد أو تجلس في منطقة من مناطق العراق وترمي بهذه الصواريخ؟ ما الذي سيتغير؟ يعني الذي سيتغير هو أنك سترفع الحرج عن يعني عن شعاراتك لا أكثر ولا أقل. أنت الآن محرج أمام جمهورك وتريد أن تثبت أنك ما زلت على العهد، وهو عهد طبعا كذب وليس له أي أساس، فتطلق مثل هذه الطائرات مثل هذه يعني الصواريخ التي طيب تضر للأسف الشديد. طيب خلينا نبقى بهاي النقطة أستاذ نزار إذا تسمح لي، لماذا قامت واشنطن بسحب رعاياها؟ يعني شنو مصير الاتفاقية الأمنية بين البلدين؟ ألا يفترض يعني أن تكون هناك حماية للبعثات؟ أولا سيد الكريم، مسؤولية حماية البعثات الأجنبية على الأراضي العراقية هي مسؤولية الحكومة العراقية. نعم، لكن اكو اتفاقية أمنية. وهذا ما ورد سواء كان نعم إذا تسمح لي فقط، لا الاتفاقية الأمنية انتهت بسنة 2011 انتهت، لكن نعم هناك اتفاقية إطار استراتيجي وهناك كذلك بروتوكول تم توقيعه في عهد السيد المالكي، حكومة المالك الثانية في 22 حزيران 2014، والذي منح فيها السيد المالكي القوات الأجنبية بمن فيها طبعا القوات الأمريكية العائدة إلى العراق الحصانة الكاملة والحماية الكاملة من خلال منحهم للتأشيرات الدخول الدبلوماسية. كذلك في زيارة الوفد والوفد العسكري والأمني العراقي إلى واشنطن الأخيرة يعني قبل حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر، أكد البيان المشترك العراقي الأمريكي على أن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية يعني الجنود الأمريكان والبعثات الخارجية وعلى رأسها الأمريكية وغير ذلك.
طيب. لكن في نفس الوقت نحن نعرف جيدا أن حكومة السيد السوداني للأسف الشديد يعني أثبتت مرة أخرى أنها ضعيفة، لا تقدر أن تواجه وكلاء طهران. لهذا السبب تلاحظ أن القائد العام للقوات المسلحة تأخر حوالي 3 أو 4 أيام قبل أن يشجب ويأمر بملاحقة منفذي هذه العمليات اللي أنا شخصياً أسميها إرهابية، لأنها ما زالت تهدد استقرار البلد وأمن البلد كما ذكر ذلك بيان القائد العام للقوات المسلحة. فإذا هي عمليات إرهابية يعني هذا وجماعات إرهابية يعني، لأن أمن البلد واستقرار البلد يعني هذا يثبت على رأس الأولويات في العراق. يعني الحكومة أمام حرج يعني بعد هجمات الفصائل على القواعد العسكرية، إذن كيف ستواجه أو تتعامل مع هذا الحرج باعتقادكم؟ يعني من هي الفصائل اللي تقوم بالاستهداف؟ يعني الفصائل التي تستهدف خو واضحة مبينة، يعني هؤلاء الذين يظهرون في الفضائيات ويؤكدون ويكررون يومياً بأن سلاحهم وولاءهم للمرشد الإيراني الأعلى، هذا أمر مفروغ منه لا يختلف عليه اثنان. لكن في نفس الوقت مثل ما تفضلت حضرتك، الحكومة العراقية الآن نعم محرجة، لا تستطيع أن تواجه وكلاء إيران كما قلت. لهذا السبب تأخر السيد القائد العام للقوات المسلحة في الحديث عن الموضوع 3 أو 4 أيام. لكنني في نفس الوقت أعتقد أنه في نهاية المطاف، على اعتبار أن الحكومة مسؤولة عن استقرار البلد ومسؤولة عن حماية البلد وأمن البلد، أنا أعتقد أنه سيفعل المستحيل من أجل أن يعني يوقف هذه العمليات الإرهابية، وحتى ربما أنه يعني سيبعث وفد خاص إلى طهران لإقناعهم بالعدول عن تحويل العراق مرة أخرى إلى ساحة لتصفية الحساب. وطبعاً السيد القائد العام للقوات المسلحة بإمكانه أن ينصح هؤلاء أن يذهبوا إلى إيران إلى طهران، ومن هناك يقصفون القوات الأمريكية المنتشرة في مياه الخليج. الآن حسب ما نشر اليوم تقرير أجنبي يقول أن أكثر من 12,000 جندي أمريكي على حاملات منتشر على حاملات الطائرات المتواجدة الآن في المنطقة. طيب خلي يروحون لإيران ومن هناك خلي يطلقون صواريخ، يطلقون طائرات مسيرة، شردون يسوون خلي يسوون. يعني ليش إلا من العراق؟ ليش يحرجون العراق؟ ليش يأذون العراق؟ ليش يعرضون العراق وأمن العراق وأمن المواطن لمثل هذه المخاطر؟ يعني الآن المواطن العراقي عايز مشاكل مثلاً، عايز قلق. أكيد أستاذ نزار، يعني هل تعتقد أن هناك انقسام في العلاقة بين الحكومة والإطار التنسيقي، يعني خصوصا مع ما نشهده من تصريحات بين يعني التصعيد والتهدئة تارة؟ يعني أنا حسب معلوماتي حقيقة فإن الطرف الأكثر تشجيعا لمثل هذه الأعمال الإرهابية هو زعيم حركة شو اسمها هذه، يعني السيد العامري، تحالف فتح. لأنه حقيقة السيد العامري تورط بإطلاق تصريح يعني غير عقلاني وغير واقعي وغير منطقي، عندما قال قبل أسبوع أنه إذا تدخلت أمريكا في التصعيد الإسرائيلي في غزة فسنرد عليها، وكأنه يعني أنا لا أعرف هو يغشم نفسه أو يتجاهل أو يتغابى، لا أعرف. يعني ألا يعرف السيد العامري أن إسرائيل يعني أمريكا وأمريكا يعني إسرائيل؟ يعني الآن يريد يقنعنا السيد هادي العامري أن أمريكا الآن بدأت تتدخل في هذا التصعيد اللا إنساني الخطير الإسرائيلي ضد الغزاويين؟ يعني أنا لذلك تلاحظ عندما أطلق هذه التصريحات وثبت له، طبعا لم يثبت لنا
لأنه احنا كنا نعرف من أول يوم أن أمريكا داخلة، هي لم تخرج من القضية حتى تدخل، لكن عندما ثبت له أن أمريكا تدخلت فأراد أن يرفع الإحراج عن تصريحاته وعن مواقفه، لذلك أصر على بعض هذه الفصائل أن تطلق هذه الصواريخ أو الطائرات على الأقل لإسقاط واجب ولتبييض وجهه أمام المغفلين من جمهوره ومن الذين يعني المقتنعين بممارساته. نعم السياسي المستقل الأستاذ نزار حيدر عبر سكايب من واشنطن، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة. مشاهدين الكرام، وكما نذكر أن كل ما ذكر في هذا اللقاء يبقى حق الرد مكفولا لأي جهة تم ذكر اسمها.